كانت راضية جدا ومؤمنة جدا. وإنما في حتة حزن برضو، يعني مش هقول لك يعني فرحانة، لا يعني في حاجة طبعا متأثرة، إنما راضية بقضاء الله. لو أنت شفتي أغنية خد بإيدي في الليلة المحمدية في مسرح الجمهورية في وسط البلد، كنت تحس إن شادي هتاخد طريق تاني خالص. أدائها في الأغنية كنت تحسي إن هي يعني عارفة هتاخد خط تاني، خلاص الخط ده انتهى، لأن الأغنية دي عملتها وأعتقد دي كانت آخر حاجة. يوم الحفلة دي رحت لها البيت وجهزنا نفسنا ونزلنا على الحفلة في مسرح الجمهورية، خلصنا الحفلة ورجعنا، ويمكن دي كانت آخر مرة. وبعد كده قررت الاعتزال. حاولت إن أنا أبقى على اتصال بيها وبتاع، إنما يعني مش هقول للأسف، هي خلاص هي اختارت الطريق الصح، فما كانش ينفع إن هي تتعامل مع الناس، إنما تليفونها اتغير في البيت ما فيش. إنما كنت عندي زبونة ساكنة معاها في نفس العمارة، كنت دايماً أطمن على شادية من الزبونة اللي ساكنة معاها في نفس العمارة.